اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، واولى فقراتنا صحافتنا القوميه. تعودنا ومحركه بنقرا المنشطات الرئيسيه او الموضوعات الرئيسيه في جريدتنا القوميه، وما بين السطور بنقراه من خلف الصنه بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت صياد، مدير تحرير اخبار اليوم. استاذ رفعت صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ انس، صباح الخير يا استاذ رفعت، اهلا بيك. هبتدي حضرتك معاك بالنشاط الرئيسي لجريده الاهرام، وفي تنفيذ مشروعات العاصمه الجديده وفق التخطيط الزمني المحدد، الرئيس تطبيق أحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية لتجسيد صورة الدولة المصرية. الصورة: الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة. وبالتالي من الواضح أن رئيس الدولة حريص على إتمام المشاريع القومية، ومنها طبعا مشروع العاصمة الإدارية، وبيوكل هذا الأمر لقواتنا المسلحة. رئيس يعني. شوف أستاذ محمد، يمكن الخبر ده فيه رسالتين اتنين مهمتين جدا، وهو الرسالتين دول مش جداد على مصر وعلى القيادة المصرية وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الفترة الماضية بالكامل، وهي استمراره في عملية المتابعة لكل المشروعات القومية على المستوى القومي كله. ونمرة اثنين، ان الرسالة او الثانية اللي هو التأكيد على ان مع الظروف اللي احنا بنعيشها زي بقية دول العالم بسبب فيروس كورونا وخلافه، لم تتوقف عجلة الانتاج ولم تتوقف المشروعات القومية مع استمرار الاجراءات الاحترازية في بين العاملين في هذه المشروعات. اذا لم يمنعنا الوباء الحالي من استمرار في بناء الدولة الحديثة، في المشروعات القومية، في استمرار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. الرسالة الثالثة، ويمكن دي الجزء الثاني في الخبر، وهي أن أدام عاصمة إدارية جديدة لابد أن تكون بمواصفات عالمية وتتفق والتكنولوجيا الموجودة فيها بكل صور الدولة المصرية الحديثة عشان تبقى مميزة عن أي مكان في مصر وتكون نقطة انطلاق لإنشاء مدن أخرى بهذه المواصفات، وعشان تتحول العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج يقتدى به عند تنفيذ المشروعات المستقبلية. إذن هو يطبق فيها أحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وعاصمة إدارية حديثة نموذج لكل المدن التي ستقام بعد ذلك، وأيضا بعد الاستمرار تنفيذ هذه المشروعات مع كل الظروف التي نعيش فيها. وهذا هو الذي يهدف إليه الخبر، وهذا هو الهدف من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بقول مش المرة الأولى، لا، مرات متكررة، سواء مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبير من مسؤولين الهيئة المسؤولين على تنفيذ هذه المشروعات ومتابعته لكل المشروعات القومية أيضا على المستوى القومي، وإحنا بنشوفها على الواقع والصوت والصورة، وتابع يكاد يوميا عملية تنفيذ هذه المشروعات، وده السبب الرئيسي في سرعة الإنجاز لهذه المشروعات في زمن قياسي لم نكن نتعود عليه في مصر قبل ذلك. وما نيجي نلاقي مثلا كوبري يقام في منطقة معينة في خلال شهرين شهرين ونص وبمواصفات عالمية وعلى أفضل مستوى، أعتقد وبيبهر الجميع وبيحل مشكلة سريعة على طول. صحيح. هروح مع حضرتك للأهرام، الصفحة الخامسة: مجلس الوزراء يستعرض جهود مواجهة كورونا، زيادة عدد المستشفيات بالقاهرة الكبرى لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة، تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاعين العام والخاص بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي. وطبعا من ضمن الخبر بيان وزارة الصحة بالأمس: الصحة 1079 إصابة جديدة بالفيروس و36 وفاة وشفاء 523 حالة، وزايد توجب زيادة إنتاج أدوية المناعة وضخها بالصيدليات. يعني مع تزايد الأعداد بدأت تدخل مستشفيات أخرى للتعامل مع حالات كورونا سواء بالتشخيص أو بمستشفيات عزل. تعليق حضرتك.
شوف يا استاذ نهى، الواقع الحالي اللي احنا فيه جعل ان الدوله تخصص ما يقرب من 340 مستشفى للعزل على مستوى الجمهوريه، لكن ماذا لو زاد العدد المتوقع بالنسبه للمصابين الذين يحتاجون لدخول هذه المستشفيات؟ نعم. نمرة اثنين، ماذا يتم فعله بالنسبة لبعض المواطنين الذين يريدون أن يلتحقوا أو يدخلوا مستشفيات خاصة وليست مستشفيات حكومية على نفقاتهم الخاصة؟ هنا بعض المستشفيات الخاصة للأسف بدأت تغالي في أسعار تكلفة الدخول للمستشفى أو التواجد في غرف رعاية مركزة وخلافه. هنا بدأت الدولة رسميا تتواصل مع هذه المستشفيات وتحدد معها الرسوم الحقيقية مع هامش ربح بسيط لمن يريد من المصابين أن يلتحق أو يدخل أي مستشفى خاص. أما إذا ما كانش عايز مستشفى خاص قدام المستشفيات الحكومية والدولة جاهزة في المقام الأول. طبعا كان رئيس الوزراء صرح قبل ساعات أيضا إن هناك طبعا في ارتفاع لمعدلات الإصابة، وده شيء متوقع مع عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية وعدم قدرة التتبع لمصدر الإصابة، شيء طبيعي صحيح. يزيد العدد، ويمكن كان اقترب من حوالي 1500 مصاب في اللي في تم منتصف رأيه. الأسبوع. نعم. وطبقا للبيانات الافتراضيه التي اعلنها الدكتور خالد ابو عطار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احنا بنضرب الرقم ده في 5. يبقى اذا لو انا عندي 25,000 مصاب، لو ضربنا الخمسه يعني معناها ما يزيد عن 125,000 على المستوى القومي. لكن مع الاجراءات اللي الدوله قررت والغرامات الشديده لمن لم يلتزم بارتداء الكمامة وإكمال الإجراءات الاحترازية، بدأت المؤشرات وإن كانت ليست دليلا قاطعا على التراجع. إن إحنا زي ما وزارة الصحة أعلنت مؤخرا إن العدد وصل لحوالي 1079 بدل ما كان اقترب من 1500. طبعا نتمنى استمرار التراجع، ونتمنى أيضا التزام المواطنين ليس خوفا من الغرامه قدر ما هم لمصلحتهم لصحتهم للحفاظ على حياتهم هم اولا، ثم اقرب الناس انسانيا، ثم المجتمع ككل. واعتقد بدا الناس تشوف ان نتيجه الاهمال في بعض المناطق الشعبيه او القرى والنجوم وخلافه، وبدات الحالات تزيد وبدات حالات الوفاه تزيد ايضا. ولهذا دائما يوجه مجلس الوزراء والاعلام ايضا دائما استمرار دعوته لضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، لان زي ما بنشوف حتى دول العالم المتقدم الاغنى منا كثيرا والاكثر ماديا على مواجهه هذه الظروف وخلافه، للاسف الانتشار لهذا الفيروس بينهم اصبح كبير جدا واصبح مخيف بمعنى اصح. بعدين ارتداء الكمامة بقى حاجة أساسية في حياتنا عالميا، بالضبط. ولكن دلوقتي احنا بنتكلم في كيفية التخلص منها عشان ما نأذيش حد، فهي ما ينفعش تستخدم غير مرة واحدة، ما ينفعش مرة واحدة في اليوم حضرتك، ولكن ضعاف النفوس للأسف بالضبط. دي أزمة أخرى، انه نقول ايه المجرمين، اذا جاز التعبير، قد يقوموا بجمع هذه الكمامات المستعملة ويقومون بغسلها وبيعها مرة أخرى. وعشان كده احنا وعي المواطن اللي هيشتري حاجات زي لازم لازم اللي بيستخدمها لما يرجع البيت يغسلها ويقطعها ويتخلص منها في كيس لوحدها هي والجوانتي، بس دي للكمامات الجراحيه الواحد بالظبط. ولكن القطن دي هي اللي بصالحه لل او بالضبط. دي لسه بالضبط. وزاره الصناعه بتعملها او لسه الدوله بتنتجها، الهيئه العربيه للتصنيع، عشان تبقى صالحه لانها تستخدم لاكثر من مره مع عدد غسلها وتعقيمها. لكن بالضبط. الجراحيه المتواجده في السوق بنؤكد انها ما ينفعش تستخدم لاكثر من شخص، ما ينفعش ناخدها من حد ونستخدمها، دي استخدام شخصي لعدد ساعات محدد، وبعد كده بيتم تعقيمها سواء بالغسل او بان احنا نحط عليها كلور وتمزيقها عشان ما يتمش جمعها من
سلات القمامة مرة أخرى. متفق معك تماما، وهذا الإجراء الصحيح، وده عشان نحافظ على أنفسنا أولا ونحافظ مع كل اللي حولنا ثانيا. إن شاء الله إن شاء الله، وندعو الله السلام يا رب. آمين يا رب. بعد الحديث عن الثانوية العامة، الحديث حول امتحانات الدبلومات 25 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة، التعليم أرقام جلوس منتصف يونيو و14 طالبا في اللجنة. الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بيقول إتاحة أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية منتصف يونيو الجاري، وأكد أن نحو 770 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في جميع تخصصات هذا العام، بزيادة تقترب من 120 ألف طالب عن طلاب التعليم العام الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، مما يتطلب مجهودا كبيرا لتحقيق نسب أمان مرتفعة للطلاب والمعلمين والإداريين وتوفير مناخ مناسب لهم حتى يستطيعوا القيام بهذا الدور المنوط به. الجميل في الخبر أن الحديث حول الطلاب والمعلمين والإداريين والكنترول والجان الامتحان، يعني كل خطوات المتعلقة بهذا الامتحان. رأي سيادتك. أستاذ محمد، يمكن السنة دي تكلفة الامتحانات بتاعت الثانوية العامة والدبلومات الفنية هتكون تكلفة غير مسبوقة، وتقترب من حوالي 2 مليار جنيه بسبب كثرة الإجراءات الاحترازية اللي أعدتها الدولة في المقام الأول للحفاظ على صحة أولادنا سواء في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية التي لابد أن يتم امتحانهم حضوريا، لأن دي شهادة، شهادة يترتب عليها شهادة تخرج بالنسبة للدبلومات الفنية، شهادة يترتب عليها بالمجموع اللي هيحصل عليه الطالب تحديد مستقبله في الكلية التي سيستحقها طبقا لهذا المجموع، وبالتالي لا يمكن امتحان الطالب إلا بطريقة الحضور شخصيا، وأن يجيب بنفسه ويطمئن الدولة أو الوزارة أن الدرجات التي سيحصل عليها الطالب هي نتاج جهده الشخصي المضمون الذي أجاب عليه في كراسة الإجابة. كل الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها سواء بالنسبة للطلاب زي ما حضرتك أشارت، أو العاملين في الكنترولات أو المراقبين في اللجان. الطالب، أي طالب لن يسمح له دخول لجنة إلا وهو مرتدي الكمامة. الطالب سيدخل اللجنة بعد أن يمر ببوابة التعقيم. الطالب هيخش اللجنة وهي متعقمة قبل ما يخش بساعات طويلة، وبعد ما تنتهي اللجنة أيضا هيتم تعقيمه. الطالب هيستلم ورق الإجابة وورق الأسئلة وهو معقم وممنوع لمسه قبل الامتحان بحوالي 72 ساعة، واللجنة لن يزيد عدد الطلاب فيها عن 14 طالب، على أساس يبقى في نوع من التباعد ما بين الطلاب وبعضها البعض. الدخول ده أول تصريح للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير. نعم. فأعتقد إن يعني هو حريص قوي إن هو لابد إن هو يظهر بمظهر يعني المتمكن في هذا الأمر. بس حضرتك دلوقتي الوزارة كلها، مش الوزارة، الدولة كلها. تمام. مش الدكتور محمد مجاهد بس أو الوزير، الدولة كلها معنية تماما بالحفاظ على صحة أولادنا وحياتهم من أي سوء. ما الطلبة أولياء الأمور، تنبيه على الجميع بعدم الاضطراب أو التجمع أمام اللجان كما كان يحدث قبل ذلك، لأن الإصابة تيجي من هنا في وجود أعداد متجمعة بأعداد كبيرة ممكن يكون حامل للفيروس وهو لا يعلم، ويصيب كل من حوله نظرا للتقارب والتلاصق ما بين البعض والبعض. ولهذا الدخول والخروج بالنسبة للطلاب سيكون فرادا، وأعتقد إن هذا يطمئن الجميع سواء طلاب أو أولياء أمور. وبأكد تاني أولياء الأمور عشان حالة الهلع اللي عند البعض من أولياء الأمور بيحاولوا يطالبوا بتأجيل الامتحانات وخلاف،
امتحانات انت اجلها الى متى؟ والى متى؟ هل انا بعد تاجيلها اسبوعين ولا 3 اسابيع انا هضمن ان الحالات هتكون اختفت ولا الحالات تراجعت وخلافه؟ هذه جائحه لابد ان نتعامل معها مثلما فعلت دول العالم كله، احنا مش هنخترع حاجه جديده، ولهذا لابد ان نمر بهذا العام بسلام وننقل طلابنا الى السنوات التاليه بمجموع وامتحانات وجهد بذلوه طوال الفتره الماضيه، سواء كان في الفصل الدراسي الاول اثناء حضور الدراسه بشكل عادي او بعد 15 مارس عندما توقفت الدراسه. ونتمنى للجميع ان شاء الله السلامه، وهتكون امتحانات الثانويه العامه والدبلومات افضل امتحانات في تاريخ الوزاره منذ انشاء الوزاره حتى الان، لان كم الاجراءات الاحترازيه اكثر مما يتخيله الطالب ويتخيله ولي الامر ويتخيله اي حد فيه. وبعدين اللي قلقان قوي ممكن ياجل بقى السنه الجايه وتعقد السنه اللي بقى، هو حر، هو حر، ده قراره وده متاح وهياخد الدرجه كامله، بس بس هو يتحمل مسؤوليه تاجيل لمده سنه، لكن هي سنه هتضيع من عمره، فربنا يستر على الجميع. هروح مع حضرتك لخبر من اليوم السابع الصفحه الثانيه، كشف بترولي جديد ب 4100 برميل و 18 مليون قدم غاز يوميا، وده اضافه جديده وقدره انتاجيه للطاقه عاليه، وطبعا الكشف بالصحراء الغربيه. طبعا برضو يوم برضو اعتذرناها بان هذه الصحراء ما زالت هناك اسرار فيها وفيها كم كبير من الاسرار من المعادن ومن البترول. وشوف حضرتك، يمكن هو بعد التقدم التكنولوجي في عمليات البحث والحفر هو اللي يوصلنا الى اماكن تجمع هذه الغازات او زيت الخام، لان نشوف الحفر تم على عمق حوالي 14400 قدم تحت سطح الارض. ولهذا اعتقد ده يدي شيء مبشر، لان الايام والشهور القادمه قد تكشف ايضا عن اماكن كثيره فيها من المواد البتروليه او الغاز في الصحراء الغربيه التي نستفيد منها في المستقبل ان شاء الله. عفوا. اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه مع الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي عقدوا اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي لبرنامج التنميه المحليه بصعيد مصر ومحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشه توسع البرنامج في محافظتي اسيوط والمنيا. المشروع بتكلفة 2.9 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. يعني صعيد مصر في احتياج لهذه الخطوة الهامة جدا، والبداية من سوهاج وقنا هم ممكن يكون من أكثر المحافظات احتياجا لهذا المشروع. رئيس سيادة أستاذ محمد، الصعيد بشكل عام حركة التنمية فيه والاستثمارات التي تتم الآن غير مسبوقة في تاريخ الصعيد على الإطلاق، ولجميع محافظات الصعيد بلا استثناء، سواء بالنسبة لاستصلاح أراضي مثلما هو موجود في غرب إثنينيا ومساحات كبيرة جدا من الأراضي، أو الظهير الصحراوي، أو إنشاء محطات كهرباء، أو شبكة طرق، أو مساكن في الظهير الصحراوي عشان الناس ما تستمرش في عملية البناء على شريط الأراضي الزراعية الضيق اللي موجود في الصعيد بدءا من أسوان لحافي جنوب الجيزة. الكم المشروعات اللي موجودة في الصعيد أعتقد هيقلل حجم البطالة، هيرفع مستوى التنمية بشكل كبير، هتستثمر إمكانيات الصعيد بشكل جيد جدا، وهذا ما يشاهده الجميع، يشهده أبناء الصعيد قبل أن نشاهده نحن. ومن هنا جاءت المتابعة اللي تمت من خلال اجتماع اللواء محمود الشعراوي والدكتورة هالة السعيد لمتابعة عملية الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. ويمكن زي ما أشار الخبر اللي بتشمل حوالي 2.9 مليار جنيه استثمارات جديدة للصعيد.
هروح مع حضرتك لخبر من جريدة الوطن. البرلمان اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل للانتهاء من الأجندة التشريعية. مكافحة الإدمان، معدلات التعاطي ارتفعت مع أزمة كورونا، ونعد دراسة جديدة حول ظاهرة المخدرات بين الشباب، حيث بدأ مجلس النواب تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تستعد اللجان النوعية لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع موعد الجلسات العامة على رأس الأجندة التشريعية مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021. وطبعا في كثير من الموضوعات ومشروعات القوانين كانت موجودة قدام البرلمان، وممكن تأجلت بعض الشيء بسبب الظروف الحالية التي نعيشها جميعا بسنة من دول العالم المختلفة بسبب فيروس كورونا. ولهذا ستشهد الأيام القليلة القادمة اجتماعات مكثفة للانتهاء من هذه المشروعات القوانين، وأيضا مناقشة العديد من الموضوعات والظواهر اللي موجودة في المجتمع وكيفية التعامل معها. ومن بينها زي ما حضرتك أشرت في الخبر بالنسبة لتعاطي المخدرات بين الشباب، شيء طبيعي مع وجود شبه حظر تجوال في ما يقرب من نصف اليوم، نمرة اثنين، قلة عدد مرات الذهاب إلى أماكن العمل وخلافه، نمر الثلاثة توقف الدراسة في الجامعات والمدارس من يوم 15 مارس الماضي. للأسف لا يجد الشباب ذو الثقافة الضعيفة والإيمان الضعيف وعدم التنشئة الجيدة أمامهم إلا الذهاب إلى أو اللجوء إلى التعاطي للمخدرات، التعاطي سواء التدخين أو المخدرات، وبالتالي لابد من نبحث هذه الظاهرة ونبحث أسبابها وكيفية علاجها حتى نحمي شبابنا من شر هذه الآفات المجتمعية التي تدمر صحة الشباب. للأسف النظر لجهل الشباب في اتجاههم لمثل هذه الظواهر السلبية. ربنا يحفظهم جميعا. آمين يا رب. الكنائس تدعي جهود المكافحة ب6 ملايين جنيه، ومصر الخير توفر 28 جهاز تنفس لمستشفيات العزل و2000 جهاز كشف سريع. أسقفية الخدمات تقدم كمامات وكحول وكرياتين الأغذية بالمناطق الأكثر احتياجا وتضررا بالجائحة. الوقت اللي احنا فيه وقت لابد أن تتضافر فيه كل الجهود وكل الإمكانيات لصالح مصر في المقام الأول، ولصالح الفقراء الغير قادرين في المقام الثاني. رأي سيادتك. شيء طبيعي يا أستاذ محمد أن الكنائس بكل أنواعها أنها تسلك هذا السلوك الحميد بالنسبة للمشاركة في جهودها بأشكال مختلفة في مواجهة جائحة كورونا على المستوى القومي، لأن هم جزء من المجتمع، وسواء الكنائس أو كل ما هو يستطيع أن يساهم بجزء في كيفية المواجهة، ماديات المساعدة للفقراء، توفير أجهزة طبية، توفير مواد مطهرة وخلافه، لا فرق ما بين مصري ومصري بسبب ديانته أو توجهه السياسي أو مستواه الفكري والثقافي أي نوع، لأن إحنا بلدنا بلد واحدة لينا كلنا، نحن أبناء وطن واحد، نحن أمة واحدة، وبالتالي لا فرق بين هذا وذاك. بالإضافة إلى أن كل ما يمكن أن نفعله وما دمنا قادرين عليه بالمساعدة في ذلك سيصيبنا الله عز وجل على ما نفعله، سواء كان مسلما أم مسيحيا، سواء كان غنيا أو متوسط الدخل، سواء كان مثقفا أو غير مثقف. هنا الحساب عند ربنا يمكن هو الأهم، ما دام أنا هعمل خير لصالح المجتمع، لصالح المرضى، لصالح الفقراء، وإذا مشاركة مجتمعية نذكرنا فضل. هنا بيظهر معدن المصري الأصيل وشعوره بالانتماء تجاه بلده، خاصة عند الشباب. وأعتقد إحنا دائما نمتازن ما عند الشباب، كلنا بنتوحد مع بعض يد واحدة، فكر واحد لمواجهة هذه الشباب بصرف النظر عن أي اختلافات أو خلافات بيننا وبين بعضنا.
بشكر حضرتك جدا استاذ رفعت على قناه لاهم الاخبار معانا ودايما متواصل مع حضرتك. شكرا لك يا استاذ رفعت. شكرا شكرا يا فندم.